إذن تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية وبإشراف من السيد الوزير الأول تم تنظيم الملتقى الدولي تحت عنوان مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية بالتنسيق مع الصندوق الأممي للسكان وبحضور ضيف الشرف وهو جمهورية الصين الشعبية وكذلك المستشارة الخاصة بشؤون إفريقيا الأمين العام المساعد للأمم المتحدة وبمشاركة أيضا دول صديقة وشقيقة عبر التحاضر المرئي. طبعا تخلل هذا الملتقى عرض المكتسبات الاجتماعية للدولة الجزائرية باعتبار أن الطابع الاجتماعي للدولة هو طابع راسخ ومبدأ ثابت من بيان أول نوفمبر ونحن ماضون في المحافظة على اجتماعية الدولة الجزائرية من خلال كل الآليات التي أقرها السيد رئيس الجمهورية منذ تعديل دستور نوفمبر 2020 تم تقنين العديد من الحقوق والامتيازات التي لم تكن مقننة سابقا في الدستور وفي القانون الأسمى للبلاد منها مبدأ المناصفة بين الجنسين بالنسبة لسوق الشغل كذلك مبدأ حماية المرأة من جميع أشكال العنف أيضا بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة بالنسبة للطفولة بالنسبة لكبار السن. إذن بعد تقنين كل هذا في الدستور بتكثيف جهود الحكومة لدعم انخراط المرأة في الإنتاج الوطني فكان ذلك من خلال هذا البرنامج والعينة هي هذا النسوة الموجودات في هذه المعارض. طبعا ضيفة الشرف جمهورية الصين الشعبية عرضت التجربة الصينية فيه تقارب كبير ما بين التجربتين سيكون هناك تعاون ثنائي بيننا في مجال المرأة ترقية المرأة الطفولة وكذلك فيه أيضا تجارب الدول الصديقة والشقيقة والتجربة الجزائرية رائدة في المجال والمكتسبات الاجتماعية سنواصل جهودنا من أجل المثابرة على ديمومة الطابع الاجتماعي للدولة وترقية هذه الآليات والمجهودات لتتوافق دائما مع المتطلبات الآنية وتطلعات شعبنا تحت القيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.